قصة الجمعية في ورقة تقنية عن الجمعية. شكرا. أسماء علالي رئيسة جمعية أمل المرأة والتنمية بالحاجب. جمعية أمل المرأة والتنمية هي جمعية نسائية تأسست في 11 أبريل 2002. المرجعية الأساسية ديالها هي المواثيق والعهود والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. كانت أول جمعية نسائية اللي تأسست في مدينة الحاجب آنذاك. اشتغلنا على تعزيز الحقوق الإنسانية والقانونية للنساء. الهدف الأساسي ديالنا هو مناهضة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف الممارس تجاه النساء. الأهداف الاستراتيجية ديالنا كما قلت تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية والقانونية واللغوية والثقافية للنساء، تأصيل حقوق المرأة باعتبارها جزء من حقوق الإنسان، محاربة كافة أشكال التمييز وتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة في السياسة العمومية. بالنسبة للاستراتيجيات الاشتغال، كنشتغلوا على بزاف ديال الاستراتيجيات من بينها التمكين وتقوية القدرات النساء والمرافعة والمناصرة التشريعية، التعبئة والتحسيس، إصدار التقارير، إعداد البحوث والدراسات. بالنسبة للجمعية هي عضو في شبكة أناروز لمراكز الاستماع. الجمعية حاليا تتوفر على جوج ديال المراكز، مركز الاستماع للنساء ضحايا العنف ومركز تكوين وتأهيل النساء في ما هو حرفي، يعني كنقدموا مجموعة ديال لي فورماسيون النساء بصفة عامة، النساء الفتيات والنساء بصفة عامة. بالنسبة لمركز ديال الاستماع تأسس في 2014، كنقدموا فيه الدعم والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف. كنقوموا بخدمات الاستماع والمرافقة لهم المؤسسات يعني كاع الأماكن اللي كيحتاجوا فيها أنهم ياخذوا الأوراق ديالهم ولا أنهم يوضعوا الشكايات ديالهم، مثل المحكمة، المقاطعة. كنخدموا أيضا خدمات الاستشارة القانونية بمعية جوج ديال المحاميات متطوعات في الجمعية، يعني كتكون عندنا حصص ديال الاستماع المباشر للنساء ضحايا العنف كل 15 يوم في المركز ديال الاستماع هنايا. اشتغلت الجمعية على التربية على الحقوق الإنسانية والقانونية للنساء ضحايا العنف. هذا البرنامج هذا كان فيه حصص اللي كنديروها مع النساء للتوعية ديالهم فيما هو قانوني وحقوقي. هذا البرنامج هذا بدينا فيه كما قلت لك من البداية ديال الجمعية الحدود. الآن عندنا حصص أسبوعية مع النساء للتوعية والتحسيس بالحقوق والقوانين. اشتغلنا على مجموعة ديال البرامج من بينها المرافعة من أجل استصدار قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء. هذا البرنامج هذا اشتغلنا عليه طيلة سنوات، يعني من 2008 حتى 2018 صدور القانون. يعني قمنا فيه معية الشريك ديالنا هو امرأة شركاء من أجل التعبئة اللي كاين المقر ديالها في الرباط. درنا مجموعة ديال اللقاءات ديال المناصرة على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني ولا المستوى الدولي. شاركت الجمعية في مجموعة ديال اللقاءات في جنيف على أساس المناصرة الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان. يعني قدمنا شاركنا بتقارير موازية اللي كنطالبوا فيها باستصدار قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء. كنعتبروا يعني صدور قانون 103/13 هو نوعا ما النجاح ديال الشغل ديالنا حنا كجمعية والشغل ديال الجمعيات النسائية، باش ان اصدر واحد القانون اللي كيجرم العنف ضد النساء، واخا انه ما كيلقاش المطالب ديالنا، ما وصلش انه يجاوب فعلا على الاشكاليات ديال العنف اللي متواجدة حاليا. ايضا اشتغلنا على مجموعة ديال البرامج اخرى من بينها
أنا نذكر البرامج اللي بشتغلي عليها مؤخرا لتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء من خلال الممارسة والخدمة في كيفية تعامل النساء تعامل الدولة مع العنف الممارس تجاه النساء العنف الجنسي والعنف بصفة عامة وأيضا شغلنا على برنامج العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات الموجه ضد النساء اللي قمنا فيه بحث ميداني احنا مجموعة ديال الشركاء من 7 مناطق في المغرب تحت إشراف منظمة امرأة الشركة الأساسية ديال جمعية أمل المرأة الوطنية اللي تم توزيع ديال التقرير النهائي ديالو في دجنبر 2019 حاليا كنشتغلوا على بحث ميداني اخر على ردود فعل الدوله على العنف الجنسي الممارس تجاه النساء. هذا البحث الميداني اللي كنقوموا فيه بمجموعه ديال اللقاءات مع المعنيين المعنيين فاش نقول المعنيين بملفات النساء ضحايا العنف كنخص به قطاع المحكمه الشرطه الدارات المحامين قطاع الصحه المساعدين الاجتماعيين من ايضا لقاءات مكثفه مع النساء ضحايا العنف لقاء جمعات بؤريه مع النساء بصفه عامه هذا الشيء كله باش اننا ناخذوا الاراء ديال النساء بخصوص هذا العنف هذا ايضا كاين استطلاع الراي عبر الانترنت اللي متواجدة على صفحات الفيسبوك يعني هذا ممكن يدخلوا النساء يساهموا بالمساهمة ديالهم عبر الانترنت وحاليا كنشتغلوا على بحث ميداني ايضا على العنف بواسطة شريك حميم ضد النساء يعني نفس الاستراتيجية لقاءات مكثفة مع المعنيين بملفات النساء ضحايا الشغل ديالنا كنخدموا على جوج ديال جوج ديال الاتجاهات يعني عندنا التمكين والتكوين للنساء وايضا التمكين والتكوين للجمعيات بالمنطقه الجمعيه كتقدم مجموعه ديال التكوينات تتقدم يعني خدات على عاتقها انها تقدم مجموعه ديال التكاوين للجمعيات والمنطقه وحتى الفاعلين العموميين يعني احنا اي فورماسيون خديناها كنتقاسموها مع جمعيات بالجهه كنحاولوا اننا نعاودوها معاهم يعني كنشتغلوا على باش نقويو وندعموا الجمعيات بالمنطقه خصوصا في مدينه الحاجب باش اننا نساهموا في الرفع وتقويه القدرات ديال الجمعيه بالمدينه ايضا كنقدموا تقوية القدرات مع الفاعلين العموميين يعني كيحضروا معنا الناس في القطاعات في مجموعة ديال التكوين اللي كتقوم بها الجمعية دائما أيضا بدعم من الشركاء ديالنا الأساسيين اللي هما منظمة امرأة شركاء من أجل التعبئة والصندوق العالمي لحقوق الإنسان هادو هما المدعمين الأساسيين للجمعية أيضا بالإضافة الأنشطة ديال التحسيس والتوعية اللي كتقوم بها الجمعية داخل المقر ولا خارج المقر يعني من قبيل أيام دراسية موائد مستديرة حملات تحسيسية خيمات يعني دابت الجمعية مدة التأسيس على قيام بهذه الأنشطة هذه الحمد لله الجمعية يعني عندها الآن واحد المصداقية في المدينة لا مع الناس لا مع المؤسسات ماشي غير على المستوى الجهوي ولكن كنشتغلوا حتى على المستوى الوطني